السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مباشرة معكم من مدينة تمارة. اليوم عندنا واحد القصة ديال السيدة مع الزوجة ديالو، عنده جوج ديال الأولاد. السيدة عايشة معاه في الدار، ولكن تكتشف في الأخير بأنها داعية. علاش داعية؟ على ود النافقة. حنا اليوم جينا باش ناخذوا يعني التصريح ديالو ويقول لنا يعني في أرض الواقع شنو المشكل اللي عنده بينه وبين المرأة. حنا ما عارفينش داك الشيء اللي عنده، لا مجرد السيد غادي يتكلم على داك الشيء اللي كيحس به هو بالعلم والبدان، والمراه تقدر تكون عندها نظريه اخرى. بقاو معنا باش نعرفوا المعاناه ديالو وشنو الاسباب ديال السيده اللي هي راه داعيه وهي عايشه معاه. الاسباب ما غاديش نعرفوها غدا، السيد هو اللي غيعرف لانه هو اللي عايش في بيناته في الدار. حنا ما عارفينش، العلم لله، لان يمكن هو يقول هضره وخلاص والزوجه ديالو تقول هضره. المهم غادي نسمعوا من الطرف الاول، ومن بعد ان شاء الله الى اتصلت بين الزوجه غادي نسمعوا من الطرف الثاني. وحنا حاجه وحده كنتمنى لهاد الزوجين عندهم وليدات، يعني يشوفوا على وجه الوليدات ديالهم الوقت راه دايزا، ويحاولوا يجمعوا الشمل ديالهم. ولا كان هو عنده المشكل يعني الخدمه يعني ما عندوش بزاف، او يعني تصبر عليه ويحاول حتى هو يتهلا في الزوجه ديالو والاولاد ديالو، لانهم تيبقاو ديما ولادو وكتبقى حتى هي مراته. يعني اي حاجه عطاهم راه كيضحي من اجل الاولاد. حنا هادشي بغينا نعرفو. السلام عليكم. عاودنا اخويا المشكل اللي عندك. المشكل اللي عندي اخويا، واحد عندي المدام ديالي انا داين على النفقه، هي عايشه معايا في الدار. ماشي عايشه معايا في الدار، انا ما عرفتش علاش داعيه لي، خصني نصرف عليها، خصني نصرف على وليدها شي، خصني ناخذ لهم داكشي اللي بغاو. عيد الاضحى، عيد عيد جا خصني ناخذ لهم. فهمتيني؟ وعندي والدي على قد الحال، تنتعاون معاهم، فهمتيني؟ ساكن في الساكن حداهم، هما اللي عاطيني الساكن. في السكن عندي، فهمتي؟ وهي دابا ما تجبرنيش نمشي عند والدي. كان الوالد ديالي عنده واحد المشكل، كنت انا تنتقاتل معاه الوقت معاه على هو، وهي ما بغاتنيش انا نبقى نصرف على والدي. فهمتي؟ وجات تخرج بلا العلم ديالي. مشيت واحد النهار مشيت ديجا في المحكمة انها ما كايناش، كانت خارجة 15 يوم. ومن منين جيت بغيت منين جات ناتيا درت بلي دعوة بانني انا ما تنصرفش عليها. وانا تنصرف عليها وعندي شهود بانني تنصرف، وانا ما عرفتش شنو ندير. فهمتيني؟ جيت انا ما قاريش، مشيت للمحكمه درت واحد المحامي على قد الحال، المحامي حتى هو ما فهمش شنو يدير. فهمتيني؟ وفي الاخر قال لي خرج لك 24 في الشهر، وانا خدام على قد الحال. انا فاش خدام انت؟ انا تنخدم بلومبي، مره تنخدم مره ما تنخدمش. فهمتيني؟ هو الحجر الصحي ديال العام وعام اللي كان داز هذه كامله ما خدمتش فيها والو، كان هو ساد ديال لينا. طبيعك حلال. وكنت انايا تناخذ غير فلوس الرميد باش كنت ندير، والديا كانوا شويه كانوا يتعاونوا معايا، وخا هما ما عندهمش كانوا يعطوني شي بركه باش يقدروا لي يتعاملوا معايا، وكانوا شي محسنين يعطوني من الاصدقاء ديالي، مش عارف من وين عندي. فهمتيني؟ وهاد السيده هادي كنت تلاقيت معاها غير ماشي تلاقيت معاها على اساس دارهم ولا شي حاجه، تلاقيت معاها في الزنقه. فهمتيني؟ خديتها غير من الزنقه، ماشي خديتها من دارهم ولا من شي حاجه. فهمتيني؟ هو اللي ما شافش ما كنتش نعرف لا والدي لا حتى شي حاجه. في الاخر ملي تزوجت بها اكتشفت فيها بان عندها مرض، فهمتيني؟ واحد المرض جنسي. فهمتيني؟ هذا المرض هذا من نهار خديتها في السيمانه الاولانيه ما بقاش معها شي مده 6 شهور، وهي جات لها وشافت باش تداويها. فهمتيني؟ وعندها مرض جلوتان. فهمتيني؟ واحد المرض اللي هو فهمتيني ما مفهومش، مرض السرطان. وهي من انواع فهمتي عندها بزاف ديال الامراض عندها في الدم ديالها. فهمتيني؟ وانا ما بقيتش نبغي نعس معاها ولا شي حاجه على اساس حيت انا كلش انا وليت عامر بهذاك المرض اللي فيها هي. ما تعاديتيش انت؟ تعاديت انا. انا تعاديت وعندي شوية طبية عند الطبيب. فهمتيني؟ وما خليتش ما درتش. فهمتيني؟ وهي عارفه هذا الشيء هذا وتتهرب. في الاخر قالت لي انا ما بقيتش تبغيتيني انا صافي غنتفارق معاك. مشات دعاتني في المحكمه ندير واتساب، هي بنت ما دايرهاش واتساب، كتكون في المقاومه. فهمتيني؟ دعاتني على اساس بغات تطلق. انا ما كنتش باش نتلقى على وجه الولد عندي، كان عندي معاه ولد واحد. هاد الوليد هذا كان عزيز عليا وباش نتفارق معاه على ودها هي. فهمتيني؟ وهي بقاش فيا، هي كانوا عندها مشاكل، كانوا مجرين على دارهم، كانت عايشه غير في غير في الزنقه. فهمتيني؟ وكانوا واحد الناس كانت ساكنه عندهم. ملي بقاش فيا وهذا الشيء عاودت لي الاسرام ديالها وداك الشيء، فهمتيني؟ عاودت لي الاسرام ديالها، انا التقيت بها وجه الله وخديتها بسنة الله ورسوله. فهمتيني؟
وكاين الشهود بان الناس شافوها على شافوني قالوا لي ديك السيده راه انا شفت ديال المصطفى راه ما صلحش الكره هذه قلت له انا ماشي مشكل اللهم هاد السيده هذه انا نصلحها ونصلحها وصلحني انا راه والدي انا على قد الحال وكيش غادي مع على قد الحال غادي مع انا كرينا وعاود كريش وعاود كريش وكيش غادي على قد الحال واحد النهار عاوتاني تناقش انا وياه هز لي رحيل ديال الدار كامل كل عام جز لي رحيل جدي الدار انت تجيبهم باش تهز لي كلشي دير لي كلشي باش خليني على الدس وعندي ناس شاهدين بانها تهز لي باش تهز لي الحوايج كاملين من بعد مشات دعتني المدير الوصل دعتني بقينا حضرنا جلسات شي خمسة جلسات ومع الستة فهمتي اللي بغات تلقي انا واش نقول لهم انا باغي غير ولدي وما رشيتش عليا الدار انا ما بغيتش نطلع يعني واخا المرض اللي فيها انت بغيتها بغيت عاج راه مشيت معاها وعاج وباقي هذيك المرض باقي الان تيخرج فيها باقي حتى الان فيها وهي جات كتب تقول لا انا ما عنديش هذا المرض وانا جا نطلب من وشحال تقريبا شحال يعني العشرة ديالكم يعني انتم 10 تقريبا ديال 10 سنين 11 عام 10 سنين انتم مجوجين ولكن 10 سنين وانا عايش في العذاب عايش في العذاب ما نقولش واحد العذاب ما كاينش وهي اصلا مريضة عندها واحد المرض والدها راه عارفين من غير هذا المرض ديال الجنسي ولا مرض عضوي عندها هي امراض شيطانيه فهمتيني هي اصلا مريضه الجنس تطيح بالاهليه حتى تمشي عند الفقهاء تمشي تدير البخور تدير بزاف د المسائل تديرهم فهمتيني وانا السيده دي عيش معها وجدت تجي تبدل كل مره تعطيني وجه فهمتيني بغيت غير نعرف كل مره تعطيني وجه ما فهمتش ولا تتعامل معايا بواحد التعامل اللي ما فهمتش ملي جيت نريح مع ولادي باش تتعامل معايا بالفلوس باش تقول لي عطيني الفلوس باش تجلس معايا وباش تريح معايا وانا خدام انا خدام على قد الحال نكمل لكم منين دعتنا في المدينه شوالزم بقينا حضرنا لواحد خمسه جلسات ومع سته هي مع القاضي والقاضي قالت لي راه عندكم وليد وهادي حشومه انا كنت نطلقوا هادي قالت لي هو انا بغيت نطلع هي كانت عندها علاقه مع شي واحد في المدينه شوالزم ولي كان وقع لها معاه المشكل وباقي الان هو مشى معاه في التليفون تيهضر معاه في التليفون تيتذكر معاه بلا خباري انا والتليفون مشى نهضر معاه في التليفون تقول لي لا راه غير شي حتى نهضر معاه هي من العائله فهمتيني وكنت في هذيك الايامات ملي كنتزوجت بها كانت كل سيمانه تمشي للدار من جا نقول لها علاش تمشي تقول لي لا راه وحشت والدي وحشت والدي هي راه كانت تتلاقى مع ذاك السيد اللي وقع لها المشكل معاه شحال كنت تجلس معاه كنت تجلس 15 يوم في دارهم 10 ايام فهمتيني ما نفهمش وكان ذاك السيد كان تيجي عندنا صرفات هنا فهمتي وفي الاخر من تزيرات وتزاد عندنا هاد الوليد هذا بقيت تقول لي صافي انا راه مابقيتش صافي انا صافي راجلي راه وليت معاه وانا مابقيتش كي هادي وبقى فينا التواصل وهي ديجا كانت داعيك في المحكمه في وزن مازالش وزن دعاتني على اساس اني كنطلق من حضرنا واحد خمسه جلسات ومع الصباح شتي كتمشي حتى لوزن كتشكر وزن تمشي مع ربعه الصباح تنحضر الجلسه 8 الصباح تبقى في المحكمه من نجي نحضر تندخل عند القاضي انا وياه في جلسه مغلقه ملي تنحضر تقول انا تي يسولوني تيقول لي شنو تما راه نصرف على السيده هي تقول لهم انا السيده ما باغياش انا مش نبغيش وما باغياش هي على اساس كانت باغا تجوج غير باش تستر راسها فهمتي باش تستر راسها انا فهمتي انا بغيت ندرك على الشيء هذا وما بغيتش نفضحها ولكن انا كليت فصحتي بزاف وضيعت انت مازال باغيها انا واخا ضرهم ليش واخا ضرهم كامل باغيها مازال باقي باغيها وعلاش؟ باغي ما علاقه على ود ولادي فهمتيني دابا ناس هي دابا دعاتني على مدتش دعاتني في مدينة واتسون بغات باش تطلق شحال حكمت لها المحكمة دابا؟ دابا في مدينة تما حكمت لها 120 فرانك 24 فري في الشهر والله 24 فري في الشهر ما تنصورهاش ولكن انت باقي مزوج بها انا باقي مزوج بها انا معايا في الدار باش نصرف عليها وعندي الناس اللي تنتقدى عندهم وعندي الناس اللي شريت عندهم الذبيحة وعندي بزاف اللي تذبح لي كل عام فهمتيني وعندي الناس فهمتيني عندي كلشي كاين ولكن انا ما عارفش فين نمشي ولا فين نجي واحد النهار تناقش انا وياها ضربتني بموس مشيت دايجه في الكوميساريه دايجه في المحكمه خرجت لي شهاده طبيه فيها 35 يوم من مشينا للبوليس هي تفهم مع البوليس عندها واحد خوها في كازا تيعرف شي قوداج في كاين في كازا عين سبع فهمتيني قال لها ما تخمش انا غادي نوقف معاك مشينا للبوليس جاو منا مابقاوش يبغوا يعمروا لي انا جيت نشوف لها غير هي فين هادشي؟ في تما في مسيرة واحد حنا ما جيش قلنا دار على المشكل اللي عندك وشنو كطلب نعم؟ غتقول لي شنو كطلب من القضاء صافي لان شوفي شنو كتقول عاوتاني يقدروا يكونوا كيمشيو على المسطرة ديالها هي منين ضربتني بموس درت شهادة طبية ديال 50 يوم
نمشي انا يعني بقيت نمشي نجيب اول البوليس يدو فيا يجي يجيبو فيا قالوا لي الا ما سمعتيش لها راه غادي نصيفطك انت للحبس. خداو لي شهر طبيه اصليه وقالوا لي راه كوبي وبغا ياخذوا لي الوراق كامل نمشي وما شافوش بلي انا هي اللي ضرباتني نمشي وخصم الدليل سي نورمال الدليل راه كاين الناس اللي شافوا الصداع وشافوا كلشي في الزنقه هذه. دابا شنو كطلب من هذا؟ كنطلب من القضاء انه يعاودوا التحقيق من جديد نمشي يعاودوا التحقيق من جديد ويديروا واحد البحث عامق. راه كاين الناس اللي عندي اللي هما شاهدين اللي انا نصرف عليها وكلشي وما كنتش نصرف عليها ما نبغيش انا ندير هذا الشيء هذا كامل وانا نشوه راسي قدام العالم. واش هذا الحكم خرج دابا؟ هذا الحكم هذا هو خرج لي دابا والعون القضائي تيهددني قال لي باقي لك 20 يوم غدوز الحبس. وانا علاش ندوز الحبس؟ انا عمري دوزت الحبس. شحال تجمعت عليك اخو؟ تجمعت وانا نصرف تجمعت عليا مليون ونص مليون تقريبا شي مليون ونص تجمعت عليا. دابا شنو كطلب من القضاء؟ كطلب من القضاء انا هذا مليون ونص هذه ما عنديش. كيصفك؟ ما عنديش ما ندوز الشهر ونص ندير الحبس ولكن نمشي ندوز الشهر ونص ندير الحبس هاد الولاد هادو راه غيضيعوا. انا ما نبقاش نعقل عليهم ما نبقاش نشوفهم غنسمح على هاد المغرب غنخويه نمشي غادي نمشي لبلاصه اخرى يعني ما نبقاش انا كاع انا ما عمري دوزت الكوميساريه ما عمري خدت لها ولا مشيت حتى دخلت للحبس راه غنعاود نبقى ندخل ليه ديما. ما عمري خدت الحبس ولكن الا مشيت تدخل دوزت انا الشهر ندير الحبس راه طول حياتي غنبقى ندوز الحبس. صافي حياتي كامله غدوز الحبس. دابا شنو كطلب الاخر شنو كطلب؟ نعم شنو كطلب دابا من الناس ديك الشهر؟ ولا كانت هي كتشوف كذاب؟ تشوفني ما كرهتش انا نتواجه انا وياها. يا قلت شي عايشه معاك؟ عايشه معايا في الدار. دابا نديكم الدار وشوفوا هي كاينه معايا في الدار. هو الابن ما كتواجهش معاه شاف الدار؟ نعم ما كتواجهش معاه. كنتواجه معاه مره صالح مره عادي كل مره تعطيني وجه ما السيده ما فهمتهاش مريضه ديما طاقه القران. قول القران مزيان ماشي مزيان. انا ما قلتلاش ما تفهمش القران ولكن معذباني في حياتي. دابا بحال زعما هاد العالم هذا معذباني ماشي تفيق الصباح ما كاين لا فطور ماشي فطر ما كاين الغدا ماشي فوقشو الصهيات تبقى تبكي الصباح 4 الصباح شاد التليفون الدراري ماشي نعسوش عندي الدري عنده 10 سنين طردوا ليا من المدرسه ماشي قراش شي طلبوا لي الاب ديالو باش يجي يراقب ولدو. انا ما مصيريش انا تمشي نقلب له مع طرف الخبز تمشي نقلب له على طرف الخبز يعطيني يضحك شوف الحيطه تنطلب من السلطات انني يعاودوا التحقيق من جديد فهمتي هادشي اللي تنطلب ويعاودوا يديروا واحد البحث عامر فهمتي يبحثوا. دابا سير عند مراتك وحاول تطلع نجي انت وياه حنا بغينا لكم بغيت تكونوا بخير ولا انا هذا البحث اللي داروا البوليس ديال تماره ما داروا كاذب فهمتيني ما بحثوش مزيان. المهم حنايا بغيناك تولي بخير البوليس راه كيدير خدمته. انا كنت مشديني انا المراه وهي عايشه معايا في الدار انا تنصرف عليها وديني على المشروع وديني على هادو انا خدام على قد الحال ومش نصرف عليهم تنوكلهم واش نشربهم ما خاصهم حتى خير. وعندي الناس اللي شهدوا اللي في الرباط اللي في تماره اللي في اي بلاصه انا سكنت فيها شاهدين بان هذيك السيده ما مزياناش. ماشي هذه الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره تنطلب من القوداج من النائب العام ومن اي واحد اللي كان تيتصنت ليا ولا من شي واحد اللي بغى ينصفني ولا بغى يعاونني فهمتيني يعاونني بالشيء هذا. انا مستوى الدراسي ما قاريش فهمتيني باش نطلع ونهبط في المحكمه ولا هكا راه ما عارفش باش يعني انا خرج لي 120 فرنك في الشهر وانا تنصور انا 30 درهم ولا 40 درهم وبعض المرات ما تنصورهاش وعندي الشهود انني مره تنخدم مره ما تنخدمش والنهار اللي تنخدم راه تنتهلا فيهم مريضه يكون على قد الحال. راني ولكن دابا هادشي اللي كديروا راه كيأثر لك على الدراري. وراه هي مريضه انا ما درت المجهود ديالي كامل درته. دابا الدري طردوا ليا من المدرسه فهمتيني ومشيت طلبت عليه قالوا لي الدري راه ماشي قراش الدري ولا عنده بحال شي مرض فهمتيني الكشوفه ديالو ما بقاش يديهم مع المدرسه عشان نشري ليه السيلوات ما خليتش ما شريت ليه ادوات ديال المدرسه يعني خديت ليه كلشي. الله يدير الشتا ود الخير. ومنين نكمل لكم واحد القصه اخرى عشان ملي كنت في مدينه واد الزنف فاش دعاتني راه 5 جلسات ومع الصا اللي حضرنا فيهم بغات تطلق هي مع القاضي قال لها شنو كاين شنو كاين قالت لي والو بغيت نطلق قال لها الكلمه الاخيره ديالك حضرنا الجلسه الخامسه ومع السادسه قال لي ولدي انت اللي درنا راه هادشي اللي كاين راه درناه سير بحالاتك راه هي طلق. انا مشيت بحالاتي جيت بحالاتي الرباط جيت جيت رزق الله على ولدي داشي جيت هي بقات في دارهم ما عرفتش لمده عام ما عرفتش دارت لي شي حاجه باش ردتني
باش رداتني واحد شويه تكتشف بانها هي حامله بالولد الثاني ماشي. وانا بديت نعرف انا واش السيده تلقاش ولا ما تلقاش. 2015 انا هي طلبت الطلاق وتلقات، ولكن انا دابا عاود رجعتها انا رجعت هي رجعت عندي طلباتني قالت لي لا انا بغيت نرجع ولدي. وانا بغيت نعرف واش تلقاش ولا ما تلقاش في 2015. وهي جات كذب على السؤال المحكمه، كذبات على المحكمه بانني ما تنصرفش وما تنديرش وما تنديرش. وانا تنطلب من المحكمه الله يرحم بها الوالدين، انت تسكن جدا فين؟ انا تنسكن في شماره دوار بالناصر فهمتيني، في ديور السبعين فهمتيني. واش نطلب من السلطات واش نطلب من الناس اللي شافوني فهمتيني واللي غادي يعاونوني فهمتيني، يعاونوني غير بشي حاجه ماشي بفلوس ولا بشي حاجه، يعاونوني غير بمعاونه من ديال القدر صح فهمتيني. واحد القضيه الله يرحم بها الوالدين، كنتمنى الخير يا ربي الله يرحم بها الوالدين.